نستهل جولتنا في الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الشمالية بمقال اليومية ذا هيل، أكدت فيه أن الرئيس جو بايدن أعلن يوم الأحد في ختام قمة مجموعة الدول السبع عن عودة أمريكا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا في هذا الصدد نهاية السياسة الخارجية للرئيس الأسبق. من جهتها كتبت صحيفة نيويورك تايمز إن مجموعة الدول السبع التي تضم أغنى دول العالم أصدرت بيانا مشتركا في ختام اجتماعها، شددت فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لإنهاء الوباء ومواجهة النفوذ المتزايد للصين، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الاختلافات حول كيفية مواجهة هذه التحديات لا زالت قائمة. وفي كندا ذكرت صحيفة لابريس إن أوتاوا تبرعت ب 13 مليون جرعة لقاح لمساعدة الدول الفقيرة لمكافحة كوفيد 19، وأضافت الصحيفة إن رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو أعلن عن هذا الالتزام في نهاية قمة مجموعة الدول السبع يوم الأحد، مشيرة إلى أن الوباء وتغير المناخ والصين شكلت أبرز المواضيع التي هيمنت على جدول أعمال الاجتماع خلال اليومين الماضيين. من جهتها أشارت صحيفة لجورنال دو موريال إلى أن المقاطعات الكندية قد اقتربت الأحد من بدء مرحلة جديدة من رفع الحجر الصحي، في حين يواصل فيه الوباء في التباطؤ في البلاد.